السلام عليكم، مرحبا، اهلا، كيفكم؟ يا رب تلف خير. جاكم مقطع جديد اليوم مطرقه اللعبه ذا لونج درايف، لعبه محاكي السفر الطويل لاجهزه الاندرويد لاجهزه الايفون لحد لما بتنزل. مع الاسف طبعا شرحت لكم هذا الشيء في مقطع سابق، شرح كامل للعبه. يلي ما شاف المقطع بتلاقوا الاشعارات او بنهايه هذا المقطع. طبعا يا جماعه بهذا المقطع حبيت اني استكشف شوي بالخريطه، نشوف شو في، نبحث عن البنزين، عن المي، عن الشغلات الموجوده في اللعبه، نستكشف شوي هل راح يكون في غير السياره اللي شفناها بالمقطع السابق او يكون في شغلات يعني ما شفناها. فلذلك راح اعمل هذا الشيء بهذا المقطع. فقبل ما نبدا المقطع، اسمنا صلاح بن محمد عليه الصلاه والسلام، ودعمونا المقطع باللايك واشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم كل جديد. بترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. طبعا يا جماعه مثل ما شايفين نحن هلا حاليا في المنزل تبعنا. طبعا خلونا نقوم، كنت نايم هون مثل ما شايفين هذا المكان تبعنا. فخلونا ناخذ الجفت اول شيء، لاني الجفت هون يا شباب نحن هلا حاليا في الصحراء، يعني بدون هذا الجفت صعب، الحياة صعبة هون. فخلونا أول شي نشوف شو الترتيب، خلونا ندخل هون. طبعا سيارتي برا هي يا جماعة اللي صلحناها وزبطناها، يلي ما شاف المقطع السابق شوفوا شلون بتعدلوا على السيارة وبتزبطوا هالشي. طبعا هذا لازم ناخده. عنا هون المخزن تبعنا أو هذا الجراج تبعنا. طبعا أنا حاطط سيارتي برا، هلا راح أورجيكم إياها. خلونا نطلع لبرا ونشوف شو الترتيب. طبعا هون يا شباب مثل ما قلت لكم وحذرتكم إنه الزومبيات الموجودة في اللعبة ديروا بالكم منها، لأن أيوه هي واحد. ها صباح الخير، أخبارك، علومك، ما شايفين هذا الزومبي يا جماعة، يعني لازم تديروا بالكم منه كتير. طبعا هي اللعبة يعني بحث في الصحراء، عايشين في الصحراء، وبنفس الوقت لازم تقتل هدول يعني مشان ما يقتلوك أو يخلصوا على حياتك. فمثل ما شايفين راح نروح نركب سيارتنا ونبحث على الأشياء الموجودة في اللعبة. خلونا نركب بالسيارة قبل ما يجينا شي زومبي من هون أو من هون. طبعا في كتير ناس كتبوا لي إنه هذا مو زومبي، هذا يا أحمد عبارة عن أرنب. إيه بس بحياتكم شفتوا أرنب أكبر من الإنسان؟ يعني حياتي ما شفت هيك شي. طبعا هذا البيت لازم ما تنسوا مكانه. خلونا نشوف الشكل الداخلي يا جماعة. طبعا بتقدروا تدخلوا على الشكل الداخلي للسيارة مثل ما شايفين. هاي السيارة تبعنا المهرهرة اللي عايفة حالها، طبعا صلحناها وعدلناها. يا جماعة البنزين في اللعبة لازم تتقنتوا عليه بشكل يعني قدر الإمكان ما تصرفوا بالبنزين، يعني امشوا بمكان يكون صحيح وحاولوا لا تدوسوا كثير، تأسرعوا لأن البنزين كثير كثير بصرف. طبعا خلونا نمشي بس هالطريق هذا، لاني هون اغلب يعني على ما اظن راح يكون في شيء مخبى او في شيء مثلا نقدر ناخده. مثل ما شايفين طبعا بكل الاطراف مثل ما شايفين في كثير شو اسمه صخور وما صخور واشياء محطمه. طبعا يا جماعه هذا البيت ما بتقدروا تدخلوا عليه، حاولت ادخل عليه بالمقطع السابق بس ما دخلنا ما قدرنا. فراح نشوف هلا بركي بنقدر ندخل بغير مكان، في شي مكان. طبعا شايفين هاي السفينة كمان محطمة، سبحان الله بتحس كأني اللعبة يعني في منها هيك، في هيك شي بالواقع ولا بس أنا هيك شايف؟ خلونا نروح، لحد الآن ما شفنا شي يا جماعة، لحد الآن مثل ما هو الوضع لحد الآن، بس عم نشوف هالأماكن هدول المحطات الباص أو هيك، بس إلا ما يكون في شي مكان نقدر نبحث فيه ونشوف شي شغلة فيه. طبعا هذا المكان كمان ما بعرف امبارحة شفته انا بس ما كان فيه شي يا جماعة، فما رح اوقف عنده مشان ما نصرف بنزين وبنفس الوقت روح وقت على الفاضي. خلونا نشوف اذا كان في لقدام في محطة بترول او شي مكان نقدر مثلا ناخذ منه بنزين او مي او هيك شي. طبعا يا جماعة الاكل والشرب ما بعرف، ما بظن انه يكون في اكل وشرب باللعبة، بس مجرد انه في المي الموجوده بتتحط بالسياره يعني مشان المحرك وما محرك والزيت وهالشغلات هي. ففي كثير ناس كتبوا لي انه بتقدر تاكل بتقدر تشرب هالشغلات هي، يعني لحد الان ما شفنا هيك شيء انه بتاكل بتشرب، لحد الان ما في هيك شيء. بجوز يصير في تحديث جديد على اللعبه انه يصير يضيفوا اكل وشرب وهيك شغلات يعني مشان الدم هذا ما ينقص، لان يا جماعه وقت اللي عم ينقص هذا الدم بياخذوا منها 500 دولار وبيقدروا بعيشوك مره جديده يعني من جديد، عرفتوا كيف؟ فحاولوا انتم قدر الامكان ما تقربوا على الزومبي مشان ما ينقص الدم عندكم. طبعا مثل ما شايفين وصلنا على مكان، ما بعرف هذا المكان هل خرج يكون لاقي فيه شيء ولا لا. ايوه هاي كازيه يمكن محطه بترول. تعالوا ننزل لنشوف. نزلنا يا جماعه بس هلا بس ما يجينا شيء زومبي. ايوه حلو، لقيت بنزين ومي يا جماعه.
خلونا نحط هاي هون، ركبهم في السيارة. طبعا أنا حاطط هون، في عندي أكتر من شغلة يا جماعة. في عندنا هاي البيدون، هذا البيدون خالص، خلونا نكبه. شو رأيكم؟ خلينا نكبه هون، ما إنه ما عاد له لزمة. بدي أخد واحد من هدول حطهم أول شي، نعبي السيارة ولا نحطهم بالسيارة؟ شو رأيكم؟ عشان ما يجينا شي زومبي. خلينا نعبي بالسيارة أفضل. شايفين؟ السيارة بتاخد 62 لتر، وهي البيدون بيكون فيها 20 لتر فقط، فراح نحاول نعبيها كلها ونعيف بيدونة تانية نحطها بالسيارة. أجانا الزومبي يا جماعة، أجانا الزومبي، أجانا الزومبي يا جماعة. وين الجفت؟ الجفت وين يا جماعة؟ لا 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 لا، أجانا الزومبي. أوف، مأسرع كمان، طاير طيران. وين كبيته أنا؟ يا ربي دخيلك، بدي أقتله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أجانا الزومبي يا جماعة. طيب بدي أكب هاي هون، بدي أفشخ نصين. هلا هلا شوفوا، ها كبيت هاي. لا كمشني كمشني يا جماعة، كمشني كمشني. تعال هون، وين وين داخل في السوق هاد؟ أنت مالك عارفان مع مين علقان؟ بس ما يخلصنا المشط، معنا 95 طلقة يا جماعة. مات، يلا مات، نكمل يا جماعة نكمل. راح أحط البارودة هون عشان ما يجينا شي واحد تاني. نقص لي دمي، الله لا يوفقه. شايفين؟ طيب خلونا نعبي الدابو. أوف، كأني هذا وقت كبيت البنزين كان كأني تركته أنا كان فاضي، مو هيك؟ هل يا ترى في مشكلة في اللعبة ولا سحبوا علينا وعطونا بنزين تاني؟ شايفين يا جماعة؟ على ما أظن بتعبي بنزين من هون، على ما أظن يا جماعة، على أظن. يعني وقت بتحط البيدون هاد بتحطه مثلا بالمكان المخصص في الأرض أو بالبنزين الكازية بيتعبى لحاله. فما بعرف إذا هذا الشيء صار معكم ولا بس أنا صار معي، ما بعرف. رح حطها هون أنا. طيب نحط هي هون، ناخد بسرعة الشغلات. هي المي، شايفين الوتر؟ رح حطهم هدول هون ونمشي ونطلع على غير شغلة. طبعا هذا هون كمان البيدون. يا شباب البنزين كتير كتير مهم، حاولوا قدر الإمكان. وين من لقيت بنزين عبي؟ وين؟ أيوة شايفين، أخذنا البنزين يا جماعة. بس عنا دم، بدنا دم يا جماعة. شو راح نساوي؟ هلا بس يقتلني مرة تانية بنقدر ناخد دم مرة تانية، يعني بيعطونا روح تاني. عرفتوا كيف؟ هلا بنقدر من أسرع من روح من نجي. شايفين؟ عبينا بنزين وأخذنا بنزين. أيوة شو هاد؟ لحظة يا جماعة، شو هاد؟ هذا الباص. أوف، لقينا باص يا جماعة، تعال نشوف، لقينا باص يا شباب. شو هاد؟ أيوة لقينا باص يا جماعة. شو هادون؟ محطة وما محطة وباص ودلع وشي مرتب. تعال نشوف نقدر نركب في الباص هاد. أيوة بنقدر نركب فيه يا جماعة. أوف والله طلعنا على الباص يا شباب، طلعنا على الباص. والله إذا هيك ناقصة بس أونلاين. ورجوني هذا الباب، بتقدر تفتحه؟ والله بتقدر تفتحه، ها شايفين؟ خلونا نشوف شو الترتيب، نقدر نسوقه ولا ما بنقدر. والله بنقدر نسوقه يا جماعة، والله حلو. ما توقعت يكون في باص أو سيارة أو هيك شيء. طبعا بالواقع بالحقيقية تبعت الكمبيوتر أو البي سي فيها باص وفيها شاحنة، فبهي اللعبة كمان فيها. هلا هون يا جماعة لحد الآن لقينا الباص هاد ولقينا بنزين، والله العليم شو راح نلاقي كمان لقدام. والله حلو الباص يا جماعة. راح اخذ فتلة هيك اشوف اذا كان لقيت شيء، لقيت ما لقيت مباشرة راح الف وارجع. بس لفيت ورجعت مباشرة بدي هذاك الوقت بالمقطع الجاي ان شاء الله نكتشف كمان هل راح نلاقي شيء كمان ولا ما راح نلاقي. على الاغلب على الاغلب في شيء كمان راح نلاقيه بهالصحراء هي. مشان ما اطول المقطع اكثر من هيك، لاني بتعرفوا لاني بياخذ يعني اللعبة بتاخذ وقت كثير من خلال البحث من خلال استكشاف هالشغلات هي. فرح اعمل مقطع ان شاء الله، مقطع بعد هالمقطع، او يعني بنزلكم غير مقطع وبورجيكم اذا رح نكتشف شيء ولا لا. ايوه يا جماعه في طياره محطمه.
ترى هلا حنلاقي في شيء. تعال نشوف. والله هالطيارة هي مثل ما شايفين خربانة على الأخير. لازم يلاقي شيء أكل أو يلاقي شيء بنزين، بس ما بظن لأنش الطيارة من جاب أجله. منين راح تلاقيها؟ الله لا تحلوها. الله راح تقولوا لي طيب طيارة صايرة 100 شقفة، شلون راح تلاقي في حواليها يا أحمد؟ خلونا نركب بس بالباص تبعنا نشتغل على الخط يا جماعة. أيوه طيب راح يخلص البنزين يا جماعة، راح أرجع أنا للسيارة مشان آخذ بنزين، وإن شاء الله بالمقطع الجاي راح نكتشف أكثر من هيك ونعمل لكم سلسلة. إذا كان بتحبوا نعمل سلسلة على هاي اللعبة اكتبوا لي وإن شاء الله بنعمل لكم سلسلة مرتبة وما بنقصر معكم. وهلا يا شباب بكون وصل معكم لنهاية المقطع، إن شاء الله يكون عجبتكم اللعبة وعجبكم المقطع هذا، ولا تنسوا تدعمونا المقطع باللايك واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعلوا زر الجرس وصلكم كل جديد، وبترككم بأمان الله وسلام.